عالم سلطان أحزاني وآلامي قلبي الوجع دين البشر صوان هاتي يا دنيا من الوجع هاتي غني على تنهي ديواناتي والحرمان أحلامي قدامي ويا دنيا مالك عالحلم سلطان أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيه دور على حب صادق قوي صح الأمل والخير يلي فيه إيد اللي تمسك إيدك تدفي فيها العزم فيها عطف وحنان أحلامي قدامي ويا دنيا الحلم سلطان أحزاني وآلامي قلبي الوجع بين البشر صوان بتعرف هي رسالة؟ رسالة شو؟ رسالة سوا كانت كاتبها الشيخ أكرامي. وشو بتقول هي الرسالة؟ أنا علاقة بيناتهم. ما عندي فكرة. قولي لأشوف. شو سيرتك بالضحية؟ سكرتيرة عندي بالمكتب. وبس؟ وكانت مستأجرة مني بيت هي اللي ساكنته. لا أين عقد الأجار؟ وير هيك؟ ما كان في شيء بيناتكم؟ كتير عادي يعني مو بإطار شخصي. وصرت الضحية برامي؟ هاي الحياة شخصية أنا ما دخلني فيها. مين غيس؟ غيس مساعد رامي بالمكتب لما ما يكون موجود. وينه هلا؟ ما عندي فكرة. ممكن أعرف بصفتي شو أنا هون؟ لحد الآن ما بيّن معنا. بس أنت بتعرف إنك ما لازم تغادر البلد إلا بعلمنا وبإذن منا خلال فترة الضحية. نبيل شو قال لك المحامي؟ اعتذر عن القضية. ايه لا مش هو بعد ايه بقرب فرصة ان شاء الله بقرب فرصة مع السلامة سعيد تعال عندي موسيقى سعيد تقرير الأدلة الجنائية عم بيقول إنه في زمرة دم تانية موجودة مع دم الضحية سهى. يمكن يكون بسبب عراك. عراك؟ بين مين ومين؟ بين الضحية والقاتل. القاتل اسمه رامي ما هيك؟ سعيد بدي أتأكد من زمرة دمه، هي أولاً. وثانياً بدي فحص لدمه إذا كان بيتعاطى ولا لا. نسيت إلا انه رامي هو رامي سلامه بعرف اسمه ابن تميم سلامه صاحب الشركه اللي اجانا مره بلاغ عنا انه فيها مخدرات واكتشفنا انه طحين
شو كان اسم البنت وقتها؟ رنيم اخته. وطبعا الشاب اللي كان موجود اسمه نبيل هلا صار زوجة. وطبعا نحن لقينا المخدرات بغرفة سهى، وجانا بلاغ بالمخدرات اللي موجودة بالشركة تبع ابوها رامي، والمخدرات كلها تعبت بتلف وتدور وترجع لعند نفس الناس. فشو رأيك؟ مثل رأيك، في إنا بالموضوع. إذا رح أجمع معلومات عن كل واحد بهالعيلة وحتى عن الناس اللي حواليهم. برافو عليك. عماد، كل المحامين اللي شفتهم نفس الرأي، القضية ما كتير مضمونة. ما لازم نيأس، لسه السيد وجيه نبيل عم يحاول. رنين، مشان الله لا تخليهم يحكموني، أنا ما قتلت حدا. رنين، أنا ما قتلت حدا صدقوني. ما لازم نيأس. أنا تعبت يا ابني، فايت نام. الله معك. وأنت فوت ارتاح لك شوي كمان. مو جايني نوم عمو. أنا برأيي تعمل تليفون تتصل بمرتك وتطمنها عليك. صار لك يومين برات البيت، هلأ بيكون بالها مشغول عليك كتير. تصبح على خير. وأنت من أهله. ليش عم تبكي؟ القضية لسه ما خلصت والتحقيق لسه بأوله. باين خلصت يا نبي. يا حبيبتي أحمد، أنا آسفة. أحمد، تصبحي على خير. قلبي عندك. يا ريت تدخل بالموضوع فورا. ما بشرب شيء بالاول. حمدي، كيف بتقدر تطالع رامي براءة؟ انت مو سمعاني بالثغرات القانونيه؟ حمدي، اعصابي مو متحمله. يا ريت تدخل بالموضوع مباشره. رني، قضيه رامي مثل ما فيها شيء بدينه، فيها شيء بيطلعوا براءة. فكرت في عندك حل تاني. أهم محامين البلد ما قدروا يلاقوا نقاط ضعف. المحامين ما بيعرفوا قد ما بيعرف حمدي. أنا فيني طلع رامي مثل الشعرة من العجين. حمدي، بتعرف إنه هذا مو وقت استعراض. أنا عم بحكي كلام بعرف إني بقدر نفذه. شو ناطر؟ ما بتعرف وضع رامي؟ بكفي انه مشلول. بتعرف هالشغل الحالة شو يعني؟ المهم انت اللي تعرفي. انت بتعرفي انه رامي بالسجن مو قاعد على الكرسي، ولما بده يقضي حاجة بعد ما يصرخ ويعيط ويصرخ ويعيط بياخدوه شحط، وبعد ما يخلص كمان بيرجعوه شحط. حمدي، حرام عليك، حرام عليك. بعرف هالشي بدون ما تقلي اياه. الحل بايدك. بايدي انا؟ كيف؟ مشان الله قلي كيف. دليل براءته
عندي. شو ناطر؟ ليش ما برأته؟ لأني من زمان راغب فيك كزوجة. حمدي أنا متزوجة. اطلبي الطلاق. مستحيل. ورامي بدفع لك قد ما بدك. بدفع أضعاف اللي أنت بدك تدفعي. رنيم الحل بإيدك. رامي بيطلع من السجن إذا أنت بتطلبي الطلاق. وأنت عم تقولي إنه نبيل بيحبه واللي بيحب بيضحي. أنت أخت لازم توقفي جنب أخوك وخصوصا إذا كان رامي بريء. رامي بريء وبراءته بإيدي. فكري وعطيني جواب بس بسرعة. ما بعرف شو بدي أقول لك يا أنسي، بس الموضوع كتير صعب وإمكانية تحقيق البراءة كتير صعب. أنا بعتذر، أنا آسف من الأول. يا ابني هات المتهم رامي لهون. مدام رنيم خمس دقايق بس، انت بتعرفي يعني لسه التحقيق ما خلص. كل دقيقة عم تمرق علي مثل سنة. أنا ما عملت شيء، ما عملت شيء، صدقوني ما عملت شيء. لا تخاف حبيبي لا تخاف، لو شو ما صار ما رح خليك هون، وهذا وعد. حبيبتي شو بكي؟ فيكي شي؟ رنيم؟ رنيم؟ نبيل انت بتحبني؟ بحبك. شو هالسؤال؟ انت بتشكي بهالشي؟ نبيل انت اعظم رجل بالعالم. انت تحلم لالي ولكل البنات. وانا ما بيهمني من كل البنات العالم الا هالعيون الا حبيبتي رني. انت قدرت تعمل اشياء كتير حلوه بالحياه. ما بعرف كيف بس طول عمرك قوي ويعني رنيم. شوفي شو القصه، بلشت اقلق. اذا قلقانه يعني مشان رامي. طمني، مو بتقلي طلبي اي شيء وانا بحقق لك اياه؟ على رقبتي طبعا. شو؟ ما سمعت. طلقني.
طلقك يا رنيم؟ طلقك؟ ليش بدي طلقك؟ رنيم ليش بدي طلقك؟ رامي ما رح يتحبى للسجن. ايه وإذا طلقتك بصير بيتحمل السجن؟ هلا بس إذا يعني بيطلع من السجن. ها كيف؟ حمدي قال لي. حمدي قال لك؟ ليش وين شفتي؟ أنا ما قلت لك 100 مرة حمدي معه دليل براءة رامي. يعني طلاقي منك زواجي منه بيطلع رامي فورا. يعني تأكدتي إنه حمدي إنسان سافل؟ يلي بيهمني رامي وبس. وأنا ما بيهمني رامي؟ قلت لك رامي رح يطلع وثقي فيني بس. ليش بعد وثقتي فيني؟ ولا حمدي صار محل ثقة أكثر مني؟ نبي مش هالله حاج تعزمي، مش هالله فهمتي رامي رح يروح من بين إيدي. وأنت كالعادة لازم تطلعي البطلة اللي بتضحي بسعادتها. نبي بترجاك بكذا. أنت لازم هلأ إنك لازم شو؟ رنيم لازم شو؟ نتطلق؟ لك انت شو مفكرة؟ اني نسيان رامي؟ معقول؟ رنيم القصة قصة وقت مو أكتر. رامي رح يطلع فيني وبلاي. صدقيني انا كل شي عم بعمله انه عم عجل الوقت، بس عم بستعجله ليطلع. كل قصة اتهامه مانا مقنعة. القصة ساذجة. هذا حمدي ما بيعرف يعمل غير هيك قصص مو كاملة. لذلك رتب القصة بس ذاك. طالما هيك شرف طلعوا هلا. شو مستني؟ مستني الوقت، القانون. أنا ما عندي طرق الأستاذ حمدي لحتى أتصرف بهالسهولة. فهمتي ولا أشرح لك يا رنيم؟ رنيم بدي أسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة. هذا السبب الوحيد اللي عم يخليك تطلبي الطلاق؟ طبعا. مش ممكن تفكر بسبب تاني؟ لكن اطمني رامي رح يطلع. رح يطلع لأنه فكري فيها بالعقل. واحد على كرسي متحرك مشلول بينزل شوارع وبيطلع دراج وبيروح بيقتل وبعدين بيرجع ينام. لك رح يطلع، رح يطلع بأسرع مما تتصوري. رنيم أنا نبيل، ونبيل ما تعود يهرب من معاركه. أنا ما رح طلق. تعرفي ليش؟ لأني بحبك ولأنك بتحبيني ولأني ما رح أسمح لحشرة لشخص تافه مثل حمدي يخرب عشناهات. نبيل رنيم ما بدي أسمع ولا كلمة بهالموضوع. خلص نبيل رامي ما رح يتحمل يوم تاني بالسجن. رنيم رامي رجل وبيتحمل. عنده رجلين. شوفي رنيم عنده رجلين ما عنده رجلين أنا لا يمكن طلق بهالظروف. عم تفهمني؟
كنت متوقع جايتك، بس على فكرة أنا ما قلت لك تفضل. هي زوجتك؟ حمدي اطلع بعيوني منيح، شو شايف؟ خايف؟ ليش لا تخاف؟ ما انت بدك تاخذ مكاني؟ بدك تاخذ اسمي؟ بس اسمي ما بيلبق لك. حمدي اسمعني منيح، انا كل اللي مرقت لك يا لأني اعتبرته لعب ولاد صغار، بس يبدو أنت ما تعلمت الدرس. أنا حذرتك وقلت لك ما رح تقدر تجارين بالسفالة. طبعا لا نبيل، احترم حركة. حمدي، حمدي اطلع بعيوني منيح وتأكد من صدق الكلام اللي بدي لك يا هات لنشوف. سمعنا شوف، انت حطيت براءة رامي مقابل رنيم، وانا بقول لك رنيم مقابل حياتك. حلو، تهديد بالقتل وبنص بيتي. لا لا، انا ما عم هددك، انا رح اقتلك فعلا، لانه الهوى اللي عم تتنفسه الناس احق فيه. حمدي، فكر على مهلك وانت حر، حياتك مقابل رنيم. أنا ما قلت له اطلعوا انضبوا فوق. تفاصيل كثيرة لساتها غير موجودة، وما اكتشفنا أي بصمات لرامي بمكان الجريمة. يمكن كان حذر إنه ما يترك أي أثر. حذر إنه ما يترك بصمات، وما انتبه لأثر دوليب كرسي وإنه تارك صورة له. وبعدين غيس، شو سبب سفره بيوم الجريمة بالتحديد؟ وأكثر من زمرة دم التقت بمكان الجريمة. بس الأدلة كلها ضد رامي. جيب لي رامي. احترامي سيدي، في واحد اسمه نبيل بده يقابل حضرتك. نبيل؟ مو هذا اللي خليه يدخل. يعطيك العافية. يا هلا، بظن إني بعرفك. أنا جوز أخته لرامي. سعيد، أجل رامي هلا. خير يا سيد نبيل؟ أنا بعتذر منك، بس حابب أحكي معك بموضوع لحالنا أنا وياك. إذا له علاقة بقضية رامي فسعيد مساعدي بالتحقيق. على كل الأحوال أنا رح أحكي لك الموضوع، وبس تسمعه حضرتك بتقدر إذا كان لازم تحكي لمساعدك ولا لا. طيب سعيد، تفضل عم اسمع. تخيل حضرتك بعد ما اتهمت رامي واعتقلته، وبعض المحامين قالوا انه القضية ميؤوس منها، بيجي لزوجتي اتصال من شخص بيقول أنا بقدر طالع أخوك براءة مثل الشعرة من العجين. أوف، ومين هذا اللي واسق من حاله كتير؟ القضية لابس رامي، يعني لابسته. حمدي. حمدي شريك رامي؟ شريك رامي عم يبتزني وعم يطلب من زوجتي إنه تطلب الطلاق مني مشان يتزوجها. يعني بده يتزوج زوجتك ليطالع أخوها بريء؟ بالضبط. سيد نبيل، ما بدي ادخل بالتفاصيل الشخصيه لحياتكم،
لأنه ممكن يكون حمدي مجرد شخص عم بيستغل الظرف ليفرق بينك وبين زوجتك. ممكن، بس من وجهة نظري المسألة أبعد من هيك بشوي. يعني واحد عم يدعي إنه بيقدر يطلع أخوه براء على أقل تقدير، بيعرف مين القاتل. مع كل أسف هذا الكلام ما بنقدر نعتمد عليه كتير، لأنه ممكن يكون مجرد محاولة من حمدي ليستغل الظرف ويفرق بينك وبين زوجتك، بعدين اكتشف إنه حمدي ما عنده أي معلومات عن أي شيء. مع هيك رح نهتم بالموضوع. شكرا لاهتمامك. بالإذن. أحمد أنا ما اعترفت بغلطي، لهيك جاي لعندك وطالب السماح. بعدين لا تعقدها، شو بيتي وشو بيتك؟ ما أنا وأنت واحد. هيك كنت مفكر بالأول، إنه نحن واحد، مشان هيك قبلت على حالي فوت بيتك بشنطة تيابي. بس طلعنا اثنين، وطلعت أنا قاعد ببيتك. أحمد مشان الله، كلمة طلعت مني غصب عني. أنا آسفة إذا بدي أقول هذا الحكي، افترض إنه هذا البيت بيتك وأنت اللي شاري، معقول مامون أعمل فيه حفلة بسيطة لرفيقة عمري وفاء؟ أنت بتعرفي إنه وفاء وحفلتها ما لهن علاقة. أحمد مشان الله، مشان الله لا تتركني لحالي. معقول تترك بيتك ونحن مالنا غير شهور متجوزين؟ أحمد رجع لبيتك مشان الله. أنت كل عمرك لحالك، إن كنت أنا بالبيت ولا ما كنت، الظاهر رح تبقي لحالك. يمكن إذا عطينا لحالنا شوية وقت نقدر ناخد قرار ونكون مسؤولين عنه. أحمد أنت تغيرت، أحمد اللي حبيته ما بقي منه غير شكله، مشان هيك لا تحاول تطلعني على طول الغبية اللي عم تدمر بيته. معه حق، وهذا أبسط شيء ممكن يعمله. رنيم اصحك تضعفي انتي ونبيه. عماد اللي بيحب بده يضحي، كمان أنا شو بقدر أعمل؟ تقدري تثقي بنبيل، لك نبيل كتير بيحبك. يا جماعة فهموني مشان الله فهموني، لك هذا أخي، أخي وحياته مهددة بالموت، عم تفهموا شو يعني هالحكي؟ فلا تطالبوني يكون عاطفي وحالمي، لأنه القصة مو هيك. كل الأدلة ضد رامي، يعني الحب والعواطف ما رح تحل المشكلة. الخوف عم يغيرك يا رنيم. المهم هلأ لاقي نبيل. مشان شو؟ مشان ترجع تطالبيه بالطلاق؟ صدقيني ما رح تستفيدي شيء، نبيل وبعرفه. وأنا كمان بعرفه. يسلم. شكرا. لؤي لا يمكن تلمس شعرة واحدة من رولا طالما عم تتعامل معها بقلبك. لينا، رولا بالنسبة لإلي مو مجرد جسم وبس، ممكن أحصل عليه أو لا، لأنه لو هيك كنت خطفتها من زمان وأنت بتعرفي. إذا عم تفكر فيها بقلبك فأنت خسران، لأنه قلبها بإيد أحمد. ليش عم تحكي معي بهي الطريقة؟ غرت من جوزة؟ أي خليك عم تغار. اصلا رولا واحمد رح يتطلقوا، بكره بيجي واحد غيرك وبياخذها لرولا. بقتلها بقتلها. غلطة عمرك يا علينا بتغلطيها اذا بتفوتي على خط رولا حدا تاني غيري، مفهوم؟
ليش لدخل حدا غيرك؟ ما انت عندك جنان بكفي وبيوفي. اهلا وسهلا، شرفتونا. لك عيشوا هالقديم. يسلموا. حبيبتي انت عملتي القهوة؟ ليش ماني انا؟ انت احسن واحدة بتعمل قهوة. دلل اللي مسخانه، بيكفي بدك تساويني عمي. ايه وانا كمان بدك تعملني خالي حبيبتي. ان شاء الله الف مبروك. شكرا. وانا وانتي كمان تعي. رنيم انت هيك عم تضوي وقت. نبيل ما رضي يطلقني، شو اعمل؟ هاي مشكلتك. بعدين نبيل لو كان بيحبك عن جد ما كان وقف وش حرية اخوك. على كل حال تصرفي وخبريني. طيب قول اني موجودة. وليش متضايقة؟ ما حدا جابرك على شيء؟ ها بيت اهلك قريب. على القليلة راعي شعوري. ليش شو عم ساوي؟ بدي اتجوز وبالمشار معي على عينك يا تاجر، ما عم خبي على حدا. خلص لا تزعلي، اذا بدك بازمك على العرس. لك والله مالي نفس. لا كرمالي. طيب مو كرمالي، كرمال هذا الحلو اللي بدي اعمل لي خالي. لا انا شو بتصيها؟ عصير بابا. انت لا تصيها شيء. لا تخاف بابا، انا ما حشرب اختي شيء ضرها. شفت شفت بابا ليش هيك سويت؟ لانا لانا حبيبتي لك اذا كان سم من ايدك بشربه. انا اسف بابا، اسف. شو القصة؟ نبيل نبيل انت متخانق مع رنيم شي؟ لا امي. لكن ليش ما بدك اياها تعرف وين انت؟ ام نبيل بغلاوة رولا ونبيل ما بقى تسأليني، صدقيني ما فيني جاوب. يا نبيل يا حبيبي على القليلة طمنا وينك انت. الو الو حبيبي وينك؟ انا بخير الحمد لله. نبيل رنيم لا تفتحي معي أي موضوع له علاقة بالطلاق. طيب وأخي؟ أنا عم بتصرف. نبيل رنيم شو صار لك؟ أنا نبيل ونبيل عم بيقول لك تثقي فيه. خلص بطلتي تثقي بنبيل؟ يا نبيل يا نبيل هذا أخي الوحيد، انت بتعرف وضعه منيح. بس انا ما بقدر غامر، وانت ما قلت لي شو ممكن تساوي. طيب قدرت تحصل على دليل واحد يثبت براءة رامي؟ لسه. انا كيف بدي ارتاح؟ كيف؟
تفضل. سيدي جواز سفر تبع رئيس صحيح 100%. ومطالع جواز سفر جديد ليسافر فيه ما هيك؟ لا سيدي. أنا لاحظت بدفتر خدمة العلم إنه زمرة دم غيس نفس زمرة الدم اللي لقيناها مع دم سوها. سعيد جيب لي رامي واستدعي لي أيمن أخوه لغيس. حاضر سيدي. بسرعة. أهلين رولا. أحمد أنا بحاجتك. شوفي ما كنت بدي أقول لك، ما كان بدي المشاكل تكبر بيني وبينك. احكي شوفي. ما كان بدي، خايفة من الفضيحة، خايفة توصل لماما وبابا، ما بعرف حدا لو أيوة ممكن يوصل بتهديده لألي. شو عم تحكي؟ رقمه معي؟ اي معي. تعالي معي. ممكن احكي معك كلمتين؟ ما بقدر، زوجي مو بالبيت. بعرف شفته لما طلع. انت شو بدك مني؟ انا بحب زوجتي كثير وما بدي اخسرها، وزوجك عم يستغل تعلق رنين باخوها وعم يطلب منها تتطلق مني. مو طالع بايدي اعمل لك شيء، بتمنى بس ما بقدر ساعدك. لا بتقدري. يبدو انه زوجك بيعرف مين المجرم الحقيقي وعنده معلومات ممكن تطالع رامي من السجن، فاذا بتلاحظي اي شيء او بتعرفي اي معلومات بدك يعني تجسس على زوجي؟ مستحيل. ارجوكي. انت ارجوك، واذا ما بتمشي من هون هلا رح نادي الجيران. لكل هذا كرتي إذا لاحظتي إيش بنادي الجيران. ما في داعي، ما في داعي. أنا آسف مدام. رامي كيف كانت علاقتك مع غيس؟ علاقة عادية. كيف يعني عادية؟ يعني شغله بس. صار شي أي خلاف بيناتكم؟ لا. قلي لأشوف كيف تعرفت على غيس؟ حمدي اقترح إنه غيس يكون معي بالمكتب ينفذ الأمور اللي أنا ما بحسن ينفذها بسبب وضعي. طبعا كان في أي علاقة بين سهى وغيس؟ ما عندي أي فكرة، اسألوا غيس. سيدي والله العظيم أنا ما بعرف شيء، ولا قتلت حدا، ولا بعرف أي شيء عن الموضوع. الجيران قالوا إنه شافوكم تداخل على بيت سهى. بس أنا ما بعرف بيت سهى. ولو البيت اللي مستأجرته من حمدي وفي جنبه مشغل مسكر قريب منه. قصدك غرفة نادر؟ الأوضة لنادر؟ بلى، حمدي أرجاني الغرفة وأنا رحت مرة واحدة وما عاد عدت. وما بتعرف انها لسهى؟ لا. طيب ومرافقينك؟ قصدك اللي كانوا يطالعوني وينزلوني؟ تمام. شبههم؟ يعني شلون وظفتهم؟ منين بتعرفهم؟ حمدي هو اقترحهم علي وانا وافقت. حمدي؟ قولي لأشوف وين كنت تلتقي بسهى؟ بالمكتب. وبس؟ بس المكتب يعني مجهز بفرش بغرفة نوم مثلا؟ وحياة ربنا ما في بيني وبين سهى أي شيء، حتى تليفون صغير ما في بيناتنا، صدقني يا سيادة المحقق. انت لؤي ولا؟ انت لؤي؟ مين انت؟ انا الدكتور احمد زوجها لرولا. عفوا دكتور، ارجوك تتفهم الموضوع جيدا لانه اتفهم الموضوع لك حيوان؟ لا طول بالك، انت على اعراض الناس يا وسيخ. طول بالك، انا بقرب على حدودي. طول بالك، عيونه بتتقلع. طول بالك، اتفهم يا حيوان.
المرة الجاي راسك رح يتكسر إذا بتطلع وساختك، هل تفهم يا حيوان؟ احكي لي عن أخوك. من أي ناحية؟ يعني حياته الشخصية، علاقاته، مين بيعرف؟ ما في شيء مو طبيعي بحياته، ومعارفه كتار. تعرف سهى؟ اللي انقتلت؟ لا ما بعرفها. وأخوك؟ ما بعرف، يمكن. لا بدك تعرف، بيعرفها ولا ما بيعرفها؟ مو متأكد، بس بآخر مرتين زارنا كان يحكي وقت طويل بالساعات على الموبايل. زاركم؟ ليش ما كان ساكن معكم؟ يعني بدك تقول ساكن مو ساكن. وكيف هاي؟ يعني كان آخذ بيت ليقضي وقت فراغه إذا حدا بيزوره، وبتعرف نحن عيلة محافظة وبتعرف العادات تبعنا. وبتعرف عنوانه الثاني؟ يا حسان يا حبيبي، بظن ما كان في داعي تكرفني من الشام لهون لحتى تفتح معي نفس الموضوع. سبق وحسمناه على التليفون. لا سيدي ما حسمناه وما بينحسم، وحضرتك ما نفذت اللي طلبناه. إلا أنه طلبكم طلب جنان. لك بشرفك هذا طلب بينطلب. يا حبيبي يا عيمان، شو ناوي أنت تبقى طول عمرك بلا ولد؟ لك ولد واحد بس بيقلك يا بابا. هلا أنت ليه عم تجزم أني راح ضل بدون ولد؟ أنت أكرم من ربنا شيء؟ لك يا أخي ما حدا عم يقلك نحن أكرم من ربنا، بس المكتوب مبين من عنوانه. شوف هلا كم إجهاض صار لنا سيدي، ويكون عاشر إجهاض. بعدين أنا ما بدي ولد أمه مولانا. يا حسان يا حسان حرام عليكم، لا أنا ما لزم، هذا اسمه حرام من الله. لك حرام عليك أنت يا عمان، حرام عليك تبقى بلا ولد يحمل اسمك. لك يا سيدي نحن ما عم نقلك طلقها. هذا اللي ناقص والله، كمان تقلي طلقها. يا سيدي في حل، أنت تزوج وخلي لانا على زمتك، وحبوا بعضكم على كيفكم، وهيك نفس الوقت بيصير في عندك ولد. ويا دار ما دخلك شر. لا أخي، يا دار دخلك كل الشر. قبل ما تكمل، إذا بدك زواجك يصير بالسر، العروس موجودة وما عندها مانع يصير عرسها على السكيتي. لك يا سيدي ما عندها مانع كمان تكون لنا ضرتها، شو بدك أحسن من هيك؟ بس أنا اللي عندي مانع إنه يكون للانا ضرة. اسمع، ما بدك تعرف من هي العروسة هو؟ لا سيدي ما بدي أعرف. لا بدك تعرف، غادة بنت خالتك، بنت تأخذ العالي، أظن مالك ولا كلمة عليها، بنت صغيرة وحلوة ومثقفة، وألف شاب بتمناها. مو بس هيك، لك أحلى من مرتك وأصغر منها كمان. كتير حلو، معناتها طابخين الطبخة ومتفقين ومزبطين كل شيء. اسمع حسان، بدي أقول لك كلمتين وفهمهم مظبوط. هاي حياتي وأنا حر فيها، وأنا بحب لالانا وسعيد فيها كمان، بولد وبدون ولد. وبتفهم أهلك، يا بتقبلوني على وضعي هيك يا إما بترفضوني، وأنتوا أحرار. سمر نبيل موجود؟ طيب لا تنسي عاوزته ضروري. ماشي الله معك. وين اتصل؟ اوكي. حمدي؟ طبعا حمدي. حضرتك انت نايمه بالعسل، واخوك رامي العاجز المشلول بالسجن مع المنحرفين والمجرمين. شو اعمل؟ شو اعمل؟ نبيل وما رضي يطلقني. معقول ما قدرت تأسري عليه؟ ولا انت ما قدرت تطلقي؟ ليش انا ملاقي نبيل حتى اقدر أسر عليه؟ ما عرفت له طريق، ما عم شوفه، هربان مني، ما بده يطلق. شو اعمل؟ اتزوجك وانا زوجة نبيل؟ على كل أدلة براءة رامي بهي الإيد، لما تصيري أنت بهي الإيد ملكي، رامي بصير براءة السجن. رنيم، أنا عم بطلبك هلأ بالحلال لا يطلع رامي براءة، بس مع الوقت راح أطلبك، بس مو بالحلال.
هاي الرسالة اللي بخط ايد سهى واللي كانت رح تبعتها لرامي والتقت بغرفتها، وهي نسخة طبق الأصل على الرسالة ارتقت بشقة غيث مطبوعة على الكمبيوتر. معقول يكون في اتفاق بين غيث وسهى؟ على شو بده يكون متفقين بهيك موضوع؟ يمكن مشان يبتزوا رامي. يمكن احتمال. سعيد بدي كشف مكالمات باتصالات سهى وغيث ورامي. حاضر سيدي. أحمد ابع معي، شفت شو كان حيصير فيي بدونك. حتى لو ما بقيت معك لما بتحتاجيني بتلاقيني. أحمد أنا بحبك، بحبك كتير، ما في عيش بدونك. وأنا بحبك. بس قادر تعيش بلاي؟ اتركي الوقت يحكم بيناتنا. باي رولا، باي. بين البشر صور.